السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم حنتكلم عن درس جديد ودرس مهم اسمه Autonomic Nervous System. يعتبر من المواضيع المهمة في الطب. لماذا؟ علاش يعتبر Autonomic Nervous System مهم؟ لأن لما نتكلم في الطب في حاجة اسمها Regulation، كيف الجسم يدير عملية تنظيم لذاته. العملية التنظيم لذاته يا إما تكون نيرف يا اما تكون شني هرمونال. الهرمون هو عباره عن شني الاندوكراين سيستم، اما النيرفز هو الاوتونوميك نيرف سيستم، من اسم اوتونوميك نيرف سيستم. فلما تقرا في الطب اي حاجه فيها ريجوليشن ديما بتجيك الريجوليشن عن طريق نيرف وعن طريق شني هرمونز ديما اي ريجوليشن. في هذه واحده. ثاني حاجه ان الاوتونوميك نيرف سيستم ينقسم لاجزاء، مثلا زي شبت سمباتيك، حاجه اسمها حنتكلم عليه بالتفصيل، حاجه اسمها بارا سمباتيك. في الفارماكولوجي في السمستر لو تقرا ادويه اسمهم سمباتوميميتيك، خدمتهم نفس خدمه السمباتيك. في ادويه تخدم شنو؟ خدمه البارا سمباتيك، وفي كذلك بتاخذ ادويه تخدم عكس خدمه البارا سمباتيك، في ادويه ثانيه بتخدم شنو؟ عكس خدمه السمباتيك. هذا شويه في الفارماكولوجي. معناتها انت في البدايه هنا لازم تفهم الاوتونوميك نيرفس سيستم كيف يخدم على الاورجن، كذلك شن كل نيرف من هذا، شن هي الكيميكال ترانسميشن النواقل العصبيه اللي يطلعها، شن هي الريسبتور الموجوده اللي يخدم على الاوتونوميك نيرف سيستم. مثلا عندنا الفا ريسبتور، عندنا بيتا، والالفا تنقسم 1 و2 وبيتا تنقسم 1 و2. الباراسمبتات يخدم على المسكنك ريسبتور 1 و2 و3 و4. فهذا كلهم ريسبتور مهمات لازم تعرفهم، لان شنو تقراهم في الفارماكولوجي، تخدم تعطي ادويه تخدم على الالفا، تعطي ادويه تخدم على البيتا، تعطي ادويه تخدم على المسكرينك ريسبتور، تمام، وكذلك الكولينرجيك ريسبتور. فيعتبر الشابتر هذا من الشباتر شنو الاساسيات جدا، كله هو في الطب اساسي، لكن هذا يعتبر شابتر مهم جدا ومش واعر زي ما يتفكر فيه الطلبه. سهل جدا، هنبدو توا في الاوتونوميك نيرف سيستم. خلينا نبدا عليه الاوتونوميك نيرف سيستم. قبل ما نبدا الاوتونوميك نيرف سيستم لازم نعرف ناخذ البرنسبل او اساسيات النيرف سيستم. معنا نبدا اول حاجه شنو في النيرف سيستم. النيرف سيستم ينقسم ل زوز، ينقسم للسنترال نيرف سيستم، ينقسم للبريفيرال نيرف سيستم. بريفيرال نيرف سيستم، انا عندي جهاز عصبي مركزي وجهاز عصبي طرفي peripheral nervous system. قال لك السنتر نيرفس سيستم ينقسم لي حاجة اسمها brain، هنتكلم عليه. في حاجة تانية ينقسم عليها السنتر نيرفس سيستم اسمها spinal cord، حبل الشوكي. معناه السنتر عبارة عن حاجتين brain و spinal cord. لو قلت لك عندي هذا البرين، تمام، اي شيء يطلع من البرين يسموه في ايه؟ بريفيرال نيرف سيستم. اي حاجه تطلع من البرين يسموها بريفيرال نيرف سيستم. معناه بريفيرال نيرف سيستم لو اي شيء طلع من البرين فيسموه فيه بريفيرال، لا، لكن هذا طلع من البرين، والبرين اللي اسم ثاني اسمه كرينيال، فعندي شني كرينال نيرفز. معناها اول حاجه البريفرال، اي حاجه تطلع من البرين شن سميناها بريفرال نيرف سيستم. فهم البرين شن اعطاه؟ اعطاه اسم، لانه طالع من البرين فاعطاه اسم اسمه شني كرينال نيرفز. هما 12 الزوج من الكرينال نيرفز، 12 الزوج، عندي يمين وعندي شني وعندي يسار. بل لو قلت لك السباينال كورد هذا سباينال كورس، اي شيء يطلع من سباينال كورد توا يعتبر بريفرال، لان سباينال كورد شنو يعتبر؟ من السنترال نيرف سيستم. يعني اي شيء يطلع من البريفرال من السباينال كورد يعتبر شنو؟ بريفرال. ما دام هذول البريفرال طالعين من سباينال كورد فعندي شنو؟ سباينال نيرفز، يسمو فيهم شنو؟ سباينال نيرفز. معناه سباينال نيرف وين طلعت؟ طلعت من سباينال كورد. والكرينيال نيرف وين طلعت؟ طلعت من البرين، تمام. معناها النيرف سيستم عبارة عن سنترال وعبارة عن حاجة اسمها بيريفرال نيرف سيستم. والسنتر قسمناه للبرين وسباينال كورد، يعتبر زوز سنترال نيرف سيستم.
اي شيء يخرج من البرين سميناه بريفرال، لكن شنو يعطوا له اسم كرينيال نيرفز. وعندنا 12 شنو البيرس، اي شيء يطلع من سباينال كورد يعتبر بريفرال، شو يسموه سباينال نيرف. وعندنا 31 بيرس زوج من سباينال نيرفز. تمام، تو نبي شويه نتكلم على شنو على البرين هوا، ناخذ شويه على البرين هوا. معنا عرفنا التركيبة الأساسية متاع النيرف سيستم سنترال بريفر، وعرفنا شو معنى كلمة بريفر، شو معنى كرينيا معناها تطلع من البرين، وش معنى سبينال نيرف تطلع شني من سبينال كورد. جيت تو نبي نتكلم على البرين هو، بعدين نتكلم على سبينال كورد. معناها البرين يعتبر شني جزء من السنترال نيرف سيستم. البرين قالك ينقسم لثلاث أشياء، ينقسم لي سيربرال هيموسفير، هيمي سفير، ينقسم حاجة اسمها شني برين ستيم جذع الدماغ. ثالث حاجة هو المخيخ سيربيلا. معناها ثلاثة تركيبات أساسية للبرين. البرين يعتبر جزء من السنترال نيرفس سيستم، وتركيبته الأساسية عبارة عن تو سيريبرال هيمسفير. وين هالتو سيريبرال هيمسفير؟ زي توا نرسمها على السريع، هادي زي توا. هذا تلاحظوا شيني تو سيريبرال هيمسفيرز، تو سيريبرال هيمسفيرز يعني يدير شيني كات سيكشن من فوق البرين شكله زي توا هيك. تمام، واني شيني درت كات زي توا قصيتها هيك وشفتها من وين، من فوق لقيتها متكون شيني فص يمين ليفت اند رايت، فهو عبارة عن تو سيريبرال هيمسفيرز. البرين ستيم لما جت للدماغ هو سيريبرال هيمسفير زي توا، قالك في حاجة تحتها جذع الدماغ، جذع شني الدماغ زي تو، هذا اسمه شني البرين ستيم. أما السيربيلم هذا المخيخ اللي جاي خلفك، هذا هو شني يعتبر السيربيلم، وهذا يعتبر شني البرين ستيم. تمام، تو أنا تكلمت شني البرين التركيبات الأساسية ثلاثة، تو سيربرال هيمسفيرز والبرين ستيم والسيربيلم. طبعا السيربيلم ليه خاص بعملية الكوردينيشن تنسيق الحركات. مثلا نبي نشد اوبجكت معين، او مثلا نقول بتليفون، لما انت ايدك تتحرك توقف في التليفون بالضبط، ما تمشيش بعد التليفون ولا قبل التليفون، هذه مين يدير فيها تنسيق الحركة؟ السيربيلم. كذلك للتوازن يعتبر سيربيلم، حتى هو ليه علاقة بشني بالبالانس. كذلك الكوردينيشن تنسيق كوردينيشن تحت تنسيق الحركة. تو نجي نشوف شوية هيك نتكلم عليه السيريبرال هيمسفيرز، بعدين نتكلم على البرين ستيم. نتكلم على البرين ستيم، جت تو لي تو سيريبرال هيمسفيرز، هذي قالك عبارة عن شنو؟ قالك عبارة عن قشرة مخية اوتر كورتكس، وين القشرة المخية؟ قالك هذه تعتبر شنو؟ قشرة مخية. معنى أول حاجة التو سيربرال هيمسفيرز عبارة عن شنو؟ قالك عبارة عن شنو؟ قشرة مخية. شنو نسمها؟ أوتر كورتكس. كذلك قالك فيه حاجات اسمهم internal structure، تركيبات داخلية زي التلامس، هذا اسمه الثالامس، ناخذها في السمستر الثالث، شنو اسمها الثالامس. هذه تركيبات internal structure. تلاحظوا السيربرال كورتكس هذه شنو؟ قشر مخية. السيربرال كورتكس تعتبر شنو؟ outer cortex. سيربرال كورتكس اسمها شنو؟ سيربرال معناه مخي، كورتكس هذه بتكون outer. و internal structure اول واحدة اسمها شنو؟
الثالامس الغدة هذه. في فوق الثالامس هكي بيزل جانجليا هذه الهايبوكامبس هكي حاجة اسمها شني بيزل جانجليا. كذلك فيه تركيبة تانية هذه الغدة هيك ماشية في غدة تحت الثالامس هي هيك شكلها هذه اسمها هايبو معناها تحت ثالامس اسمها هايبو ثالامس مهمة الغدة هذه هي مش غدة هي تركيبة بالضبط تركيبة السنترال نيرف سيستم مش غدة هي لكن تطلع في هرمونز على العموم تقدر تقول الغدة لكن شني تحت شني السنترال نيرف سيستم لأن أجزاء السنترال نيرف سيستم تطلع في النيورو ترانسميشن وتأثر على الاندوكراين سيستم فهي يسموها شني بوس الرئيس هذه من ناحية شني سيريبرال كورتكس قلنا احنا البرين عبارة عن شني البرين عبارة عن حاجة سيريبرال كورتكس تو سيريبرال كورتكس عبارة عن اوتر وانر انترنال ستراكشر الاوتر هي سيريبرال كورتكس والانترنال ستراكشر زي الثالامس زي البيزل جانجليا كذلك زي الهايبو ثالامس باهي باه البرين قال لك البرين ستيم جذع الدماغ عبارة عن شنو قال لك عبارة عن 3 بارتس هذا بارت هذا 2 هذا 3 هذا البارت الاول هذا البارت الثاني وهذا البارت الثالث هذا شنو اسمه بعض البرين ستيم اسمه برين ستيم اول بارت من البرين ستيم اسمه ميد برين ثاني بارت هو المنفوخ اسمه بون ثالث بارت هذا اسمه ميدولا اوبلانجاتا هيك ثميت حاجة اسمها شني البرين البرين عبارة عن تو سيربال هيمسفيرز وبرين ستيم وسيربيلم وهذا السيربيلم هنا يا جاي هذا السيربيلم نكتبها سيربيلم هذه التركيبة الأساسية متاع شني متاع البرين التركيبة الأولى تو سيربال هيمسفيرز التركيبة الثانية انترنال ستراكشر قلنا هذه في البرين عندنا من هنا الى هنا اسمه برين ستيم وعندنا شني السيريبيلا وعندنا شني السيريبيلا تمام تو هيك تكونت على شني كلمت عليه البرين مازال سباينال كورد فهذا يتكلم على حاجه شني قاعدين سنترال نيرفس سيستم ما خشناش على البريفر احنا قاعدوا ناخذ شني في التركيبه الاساسيه للنيرفس سيستم سنترال نيرفس سيستم جت بعد تو بنتكلموا عليه حاجه اسمها spinal cord spinal cord قال لك عبارة عن شنو هنديرو في النص هنايا خذينا هذا من ال posterior view تولي بنرسمه حاجة شنو اسمها هذه mid brain بعد شنو اسمها اسمه بونز وبالتالي حاجه اسمها شنو مظله اوبلنجات هذه مظله اوبلنجات هذا تركيب شنو البرين ستيم وبالتالي عندي حاجه شنو اسمها سباينال كورد وهذا يعتبر شنو سباينال كورد تمام هاي طبعا في التركيبات الداخلية هذه بتاع البرين الانترنال ستراكشر فهذا يعتبر شني البرين هذا يعتبر شني سباينال كورد برين عرفنا في انترنال سيريبرال كورتكس هذه قلنا في انترنال ستراكشر وفي شني برين ستيم هذا شنو اسمه برين ستيم متكون من شنو
تكون حاجة اسمها ميد برين، والثانية الخضرة هذه الانتفاخ اسمها البون، واللون هذا اسمه شنو؟ المظلة أوبلينجات. معناته أني تكلمت شنو؟ على الجزء الفوقي من البرين، تكلمت على الجزء الفوقي من السنترال نيرفس سيستم. فجت سباينال كورد، سباينال كورد قسموه ل ريجون، مناطق. سباينال كورد قالوا في منطقة اسمها سيرفايكل، نمزور بحرف السي، في منطقة اسمها ثوراسك الصدرية نمزور بحرف التي، في منطقة اسمها لمبر نمزور بحرف الال، وفي منطقة اسمها شني ساكرال نمزور بحرف الاس، وفي منطقة اسمها كوكسيجيل. معناها سي عبارة عن سيرفايكل الرقبية، والتي عبارة عن ثوراسك، والال عبارة عن حاجة اسمها شني لمبر، والاس عبارة عن ساكرال العجزية والقنطية والصدرية والرقبية والكوكسيجيل. كوكسيجيل اسمها كوكسيجيل ريجون، معناها عبارة شني فايف ريجون خمسة. معناها سباينال كورد عبارة عن خمسة مناطق، وكل منطقة قال لك شنو صاير لها ديفايدد منقسمة. لو قلت لك منطقة سيرفايكل قال لك منقسمة لشني لقطع، وقديش قطعة؟ قال لك 8 قطع، 8 سيجمنت. قال لك اللمبة الثوراسيك قديش منقسمة ل 12 سيجمنت. هادو أساسيات لازم تعرفوهم، باهي لازم تقرهم كويس. قديش 12 سيجمنت. جات لي منطقة مثلا منطقة اللامبر قال لك عبارة عن شنو؟ 5 سيجمنت، 5 سيجمنت. جات لي منطقة الساكرال، منطقة الساكرال قال لك عبارة عن شنو؟ حتى هي 5 سيجمنت. ومنطقة الكسوجية شنو؟ قطعة واحدة 1 سيجمنت. معناها سباينال كورد والله متكون من 5 ريجون، خمسة مناطق، وكل منطقة منقسمة إلى سيجمنت قطعة. منطقة سيرفايكال 8، راك تتلخبط بين الفيرتبرا، الفيرتبرا الفقرات 7 فقرات، لكن ما نتكلمش عن الفقر، شو نتكلم؟ نتكلم على سباينال كورد، نتكلم على سباينال كورد، نتكلم على سباينال كورد. تمام. معناته احنا عرفنا السنترال نيرفس سيستم، السنترال نيرفس سيستم عبارة عن شنو؟ عبارة عن برين، وعبارة عن شنو؟ سباينال كورتس. البرين فيه ثلاثة حاجات، فيه سيريبرا كورتيكس، كنا احنا هذه بنتكلم عليها، تكلمنا عليها، وقلنا فيه برين ستيم، وفي شنو؟ هذا اللي جاي الخلف، خلينا نديره هيك. هذا اسمه شنو؟ سيريبيلم. هذا شنو اسمه؟ سيريبيلم، اسمه سيريبيلم. تمام. فهذا كله تركيبات شنو البرين، وعرفنا شنو الانترنال ستراكشر، وعرفنا السيربرا كورتكس الخارجيه، وعرفنا شنو البرين ستيم جذع الدماغ هو الميد برين والبونز والميدال اوبلينجات. هيك تميت شنو السنترال نيرف سيستم. تو البريفرال قال لك اي شيء مثلا طلعوا من البرين ستيم هنا نيرفات، نيرفات خلينا ندورهم بلون ثاني، من الميد برين من البونز، وكذلك طلعوا من المظلة بلونجات. تو هذا شنو يسمو فيهم؟ بريفرال. علاش؟ لانه طلعوا من السنتر، اكيد اسمهم بريفرال. في الحاله هذه شنو يسمو فيهم؟ كرينيال نيرفز. قداش عندي كرينيال نيرف؟ قال لك 12 الكرينيال نيرف. وين 12؟ قال لك بيرز، زوج. علاش؟ لان عندي رايت اند ليفت، يمين ويسار. به قال لك كذلك اي حاجه تطلع من سباينال كورد شي سمو فيها، سمو فيها بريفرال، صح ولا؟ هذه منطقه شني الثوراسك، هذه منطقه السيجمنت، هذه منطقه الساكرال، هذا كلهم بريفرال ولا؟ وهذه شني الكوكسيجيه واحدة. طب هذا شنو اسمهم؟ اسمهم سباينال نيرفز. شنو اسمهم؟ سباينال نيرفز.
قلت اني كرين النيرف عندي 12، مال سباينال نيرف كم؟ قالك لو تلاحظ قداش في السيجمنت، في 8 في السيرفايكل، في 12 في الثوراسيك، في 5 في اللمبر، في 5 في الساكرا، في واحدة قداش قطعة هذا؟ 31 قطعة، وكل قطعة طالع منها شني؟ سباينال نيرف، معناه عندي 31 بيرس زوج من شني؟ من سباينال نيرفز. تمام، من سباينال نيرفز. فهيك عرفنا شني؟ السنترال نيرف سيستم والبريفرال نيرف سيستم. به الكرينيال نيرف هادو مهمات نبغى نتكلم عليهم. هم عندنا شني؟ 12 الكرينيال نيرفز وليهم اسامي في الاناتومي اللي بنتكلم عليهم. رقمهم 1973، والالف هذه مش واحد، هذه 10 معناها. باهي معناها عندي بنتكلم على العاشر والتاسع والسابع والثالث في الاوتونوميك نيرف سيستم. من الكرينيال نيرفز 12، اني يعني نبي نركز في الاوتونوميك شني؟ على الثالث وعلى السابع والتاسع والعاشر، هذا اوتونوميك نيرف سيستم. مثلا العاشر اسمه فيجس، هذا رقم 10. التاسع اسمه جلوسو فارنجيال، هذا رقم شني؟ 9. السابع الفيشيال تاع الوجه، هذا رقم شني؟ 7. والثالث اسمه اوكيولو، اوكيولو معناها عين وموتور معناها حركه، اوكيولو موتور، هذا رقم شني؟ 3. فيختصر فيها 1973، لكن مش رقم واحد، واحد هو متاع الشم والفاكتوري، رقم 2 اسمه اوبتيك متاع البصر، مهمناش هما تو الاسامي، هم اعرف ان اسمهم شني؟ كرينيال نيرفز. تو نبي نتكلم شني؟ المحاضرة هذه نبي نتكلم عليه سباينال نيرفز، هما اللي طالعات نبي نتكلم عليه. قال لك سباينال نيرفز لو جينا شفناهم، سباينال نيرفز هذا اديرهم باللون الاصفر، لان النيرف ديما في الطب يرمزوا له باللون الاصفر. تو هذا شنو اسمه؟ سباينال نيرفز. هاي زي تو خذيت منه سكشن فلقيته زي تو، ولا هو كان هيك مثلا طالع من برين ستيم ماشي هيك، انا قصيت منه سكشن وشفت لقيته زي تو. لو لقيت النيرف هذا قال لك فسطه نيرفات، سباينال نيرفز فسطه نيرفز، ديروا بلون مخالف. قال لك في نيرفات يمروا فسطه، طب هذا اسمه سبايلان نيرفز، في نيرفات يمروا فسطة. لو تلاحظوا في نيرفات يمروا فسطة. هذا كلهم نيرفات فسطة لو تلاحظوهم، ودرت ثلاثة أنواع على معناها عندي نيرفات في سبايلان نيرفز يسموا فيهم نيرف رانينج يمروا فسطة. لو تلاحظوا قال لك عندي هذا الواحد اسمه نيرفات، هذا اسمه شنو؟ نيرف رانينج سينسوري، يحملوا النبضات العصبيه زي تو ماشيات هيك، ماشيات زي تو حملات النبضات العصبيه للسنتر نيرف سيستم، هذا يسمو فيهم شنو؟ سينسوري. عندي وحدات يسمو فيهم شنو؟ موتور، تخصصات بالحركه. فالسنسوري لو قلت لك هذا السنترال نيرف سيستم معناه شنو؟ هذا سباينال كورد، البارت بتاع سباينال كورد. فالسنسوري شنو؟ يحمل النبضات للشني للسباينال كورد زي تو. باهي. اما الموتور هو لا، بالعكس هو الموتور قال لك شنو؟ يحمل الاوامر من ان سباينال كورد او من سنترال نيرف سيستم يطلعها لبرا. باه الابيض قالك حتى هو نيرفز، لكن حتى هو قالك شنو؟ الابيض هو موتور، حتى هو موتور معناها حتى ما دام هو موتور فشني هنايا النبضات تطلع من السنترال نيرف سيستم وشني وتطلع لبرا للاورجن. معناه لو تلاحظوا
واحد يدخل في النبضات وزوز زوز موتور يطلعوا شني في النبضات. وهذه النبضات اللي تطلع شنو بتكون موتور، واما النبضات اللي تخش هذه شنو بتكون سينسور في وين في سباينال نيرفز، صح ولا؟ به لو تلاحظوا موتور عندي نوعين، هذه الموتور لان عندي موتور حركه سوماتيك، معناها حركه عضلات تقدر تتحكم فيهم حركه اراديه، وعندي حركه ثانيه قالك لا اراديه، حركه لا اراديه بس شو بتكون اوتونوميك. تمام، معناها الاوتونوميك يعتبر شني من الحاجات الموتور، صح؟ فهو يحرك اعضاء ما تقدرش تتحكم فيها، مثلا زي الهارت القلب، زي الجلاند الغدد، زي السموث ماسل العضلات الملساء. اما السوماتيك هذا شنو تعتبر سكيليتال ماسل. معناها النيرف سباينال نيرف هو قال لك يمروا منا نيرفس، يمروا منا شنو نيرفس، في منهم سنسوري وفي منهم موتور. السنسوري تحمل النبضات الى سباينال نيرف، الى سباينال كورد، سوري الى سباينال كورد، قلت لك هذا شنو سباينال كورد، لنفرض ان هذا اسمه شنو سباينال كورد، معناها تمشي زي تو. اما الموتور بتطلع النبضات وين؟ من سباينال كورد الى الافكتور اورجن، يا اما سكيليتال ماسل يا اما هارت يا اما جلاند يا اما سموت. قال لك السنسوري ليه اسم ثاني، ما دام هو يدخل في النبضات فسموه افرنت، والموتور ما دام يطلع في النبضات فسموه افرنت. مهمات هما في المسكيو، ها الافرنت سنسوري ولا موتور؟ الافرنت سنسوري. الافرنت شنو يعتبر موتور؟ تمام، به تو نبغى نتكلموا على السنسوري، بعدين نتكلموا على الموتور الاوتونوميك، وشويه ناخذ عليه السوماتيك. نجول السنسوري نتكلم عليه. تمام، هيك عرفناهم شنو هم يقصد بهم النيرف رانينج الموجودين، في منهم سنسور في منهم شنو موتور. به تو قبل ما نتكلم على الواحد نبي، لو قلت لكم بكري هذا النيرف وهذا سباينال كورد زي تو، يعني نبي نقص سباينال كورد ترانسفيرس سكشن، ونبي وين نشوفها؟ نشوفها من فوق، ونشوفها نشوفها من فوق، كيف نلقى كيف شكل، وين نشوفها؟ نشوفها شنو من الجهه هذه من فوق، معناها من السوبيرو شفتها وقصيتها ترانسفيرس سكشن، كيف شكل سباينال كورد هوا؟ سباينال كورد هذا نبغى نتكلم عليه، هذه القناة اللي فيها السيريبرو سباينال فلويد، لازم نعرف سباينال كورد ستراكشر متاعها، نتكلم عليها بالتفصيل. تو هذا ستراكشر بتاع شني بتاع سباينال كورد اللي بنتكلم عليه. هذه بتكون جت هوا عندنا هذه بلون تاني. تمام، طب مبكر شنو شرحتني؟ مبكر قلت شنو؟ في نيرفات زي تو، هذا شنو اسمه؟ هذا سباينال
نيرفز ولا قلنا في منهم سنسوري في منهم موتور صح ولا زوز عندي موتور تمام تو اول حاجه ما تشبح سباينال كورد تبي تعرف الانتيرو من البوستيرو ريتو تو هذا شنو اسمه فيشر ركزوا اسمه فيشر اما هذه هي عباره عن شنو سلكس مش فيشر سلكس زي الخط هيك باي مش فيشر الفيشر هو دي مجيني جهه الانتيرو خلاص معناها هذه الانتيرو وهذا شنو تعتبر البوستيرو او اسمه شنو الدورسال هذه الانتيرو او البوستيرو تو قال لك في حاجه اسمها شنو جراي ماتر وايت ماتر هذه اسمها جراي ماتر وهذه اسمها شنو وايت ماتر هذا اسمه شنو جراي ماتر باه تو عرفت اني الانتيرو من البوستيرو فقال لك فيه راس قرن هو هذا القرن يسموا فيه اسم اسمه lateral horn باهي وهم الراس هو جاي في جهة الانتيرو ولا فاسمه anterior horn واما الراس هو اسمه شني سوري هو لا اله الله هذا اسمه شني dorsal او posterior قلت lateral هذا اسمه posterior or dorsal وهذا اسمه شنو lateral horn انا قديش عندي هورن ثلاثه رؤوس او قرون بوستيرو جاي في الخلف واحد جاي في الجانب واحد جاي شنو في الانتيرور او اسمه شنو الفنترال تمام تو اول واحد عرفنا احنا الستراكشر بتاعه ريتو سباينال نيرف هو لما هو داخل السباينال كورد هذا اسمه سباينال كورد شن دار طول هنايا شن اسمه هذا اسمه سباينال نيرفز فلو تلاحظوا سباينال نيرف شن دار دار برانش تتفرع ولا الى واحد ماشي لجهة البوستيرو وواحد ماشي لجهة شني الانتيرو او الفنترا فالبرانش هو فيسموا فيهم شني روت يسموا فيهم شني روت وهو شنو يسموا فيه حتى هو روت اما الروت هو جاي في البوستيرو فيسموا فيه شني posterior root اما الروت هو متاع سباينال نيرف شنو يسموه الفنترال روت او anterior root ventral root او anterior root تمام هيك تو عرفنا التركيبه الاساسيه بتاع سباينال كورد عرفنا في حاجه اسمها posterior horn cell posterior horn في حاجه اسمها lateral lateral horn في حاجه اسمها anterior horn تو قال لك في خلايا موجوده الداخل في خلايا موجودة هنايا فاسمهم سيلز فيسموا فيهم lateral horn cells في خلايا موجودة في سوري حاجة نقول lateral posterior هذا اسمه شنو posterior وهذا اسمه شنو lateral horn cells وهذا شنو اسمه ventral horn cells معناه قديش عندي خلية في posterior وفي lateral وفي ventral معنا عرفنا شو معنى سلس خلايا متاع النيرفز الاعصاب النيرونز وعندنا شني عندنا الفنترا معنا عرفنا سباينال نيرفز شني يدير يدير برانشت بوستيرور ماشي البوستيرور يسموه بوستيرور روت والانتيرور يسموه شني الانتيرور روت تو نبو نتكلموا عليه النيرف الاول هو السنسوري السنسوري نيرفز اول شيء اسمه شني افرنت السنسوري نيرف هو قال لك جاي زي توا وين ماشي قال لك ماشي في سباينال كورد وين خاش هل خاش في الفنترال روت ولا البوستيرور روت قال لك السنسوري داخل للبوستيرور روت هذه اول حاجه نديرو بلون مختلف احمر خير معنا اول نيرف شنو اسمه السنسوري قال لك السنسوري هو كاري امبلسس تبي تعرف عليه ثلاث حاجات carry impulses toward where toward the spinal cord ولا toward the spinal cord فتقولي أول حاجة في السنسوري بتقولي هو carry impulses toward the center أو toward the spinal شني cord to spinal cord هذه أول حاجة
هل هو انتر ولا ليف؟ قال لك هو يدخل وليس يغادر. علاش يدخل؟ لان النبضات العصبيه شنو ماشيه في الاتجاه هذا، معناه هو شنو انتر ذا سباينال كورد، معناه السنسور او الافرج بتقول لي شنو انتر. انتر شنو سباينال كورد، سباينال كورد با. قال لك عن طريق شنو انتر؟ هل هو عن طريق الفينتر روت ولا البوستيرور روت؟ قال لك عن طريق انتر شنو البوستيرور او الدورسال شنو روت. هذه الثاني حاجه با. قال لك لكن قبل ما يدخل عنده حاجه اسمها جانجليا. رأيت لما قبل ما يدخل قال لك عباره عشان يدير في حاجه شكل زي التجمعات الجانجلي هنا عشان يدير ضرب مخالف احسن افضل. قال لك قبل ما يمشي شنو يدير لك؟ يدير لك تجمعاتك. فهذه الجانجليا لها اسم، قلت الافرنت لما ماشي ماشي زي توه هو هيك مضايق شنو جانجليا وخاش. فهذه اسمها شنو جايه في الدورسال، جايه في الدورسال وجاي وين في الروت، فسموا فيها دورسال روت جانجليا، فسموا فيها شنو دورسال روت جانجليا. نجي نتكلم شويه على الجانجليا. شو معنى كلمه جانجليا؟ خلينا نمسحها. شو معنى كلمه جانجليا؟ الجانجليا لو جينا للنيورونز الخليه العصبيه وهذا الدنترايتس، الخليه العصبيه حاجه اسمها السوما، جسم الخليه او اسمها سيل بادي، هذا شنو النيورونز وهذا اسمه الدنترايتس، هذا اسمه الاكسون محور الخليه. تمام. قال لك كلمه جانجليا، طبعا النيرف سيستم كله عباره عن خلايا عصبيه، الجانجليا قال لك هي عباره عن تجمعات من السوما، لكن شرط شنو تكون اوت سايد، خارج شنو السنترال نيرف سيستم. فهذا مصطلح كلمه جانجليا، هي عباره عن شنو كولكشن اوف سوما، شنو بتكون اوت سايد مش داخل، لان الكولكشن اوف سوما داخل السنترال نيرف سيستم يسمى فيه نيوكليس، شنو يسمى فيه النيوكليس، تجمعات النيوكليس. فلما تتجمع السوما خارج السنترال نيرف سيستم يسموا فيها شنو؟ يسموا فيها جانجليا. تمام. ولو كانت التجمعات بتاع السوما هذه داخل السنترال نيرف سيستم فيها شنو؟ النيوكليس، يسموا فيها شنو؟ النيوكليس. فهذا الفرق بين النيوكليس والفرق بين الجانجليا. النيوكليس تجمعات، طبعا مش النيوكليس نقص بها بتاع الخليه النواه، فالنيوكليس تجمعات من السوما داخل السنترال نيرف سيستم يسموا فيها النيوكليس، تجمعات من السوما خارج السنترال نيرف سيستم يسموا فيها شنو؟ جانجليا، يسموا فيها شنو؟ جانجليا. نرجعه نصبر. تمام. معناها اول حاجه بتقول لي، ثالث حاجه والاخيره بتقول لي المادر سيلز اللي خاصه بالاحساس بتاع الافرنت بتقول لي وين موجوده؟ في الدورسال روت جانجليا. ريت الدورسال روت جانجليا هذه لما انت تنصاب ببوشوكه يجي شي يصير، البوشوكة مديل لك شيء لكن في فيروس يربط فيها هنا، وين يربط؟ يربط في الدورسال رود جانجليا. اول ما مناعتك تنزل يتغير الفيروس الى هيربس زوستر، الى هيربس زوستر. الجانجليا هذه لما تنصاب بالتشيكن بوكس هو البوشوكة، الفيروس توا شنو لابد وين؟ توا لابد في الدورسال رود جانجليا، لابد في الدورسال رود جانجليا. اول ما مناعتك تنخفض هنايا يبدا اكتف الفيروس، يبدا شنو اسمه هيربس زوستر. فانت شنو يجيك؟ يجيك مرض اسمه الحزام الناري. على سموه حزام الناري، الشخص يبدا شنو عنده الم شديد في الديرماتوم، الم شديد. علاش؟ لانه هو وين لابد؟ لابد في منطقه الاحساس، لان سنسور لابد شنو في السنسور هنا في الفيروس. فهذا علاش تشعر شنو سموه حزام الناري؟ الشخص يقولك شنو، طبعا حزام لان مش تخش فيه خاصة بالدرماتوم بتاعها، فسموه حزام النار. على أول حاجة عرفنا إحنا السنسوري، عرفنا أنه هو كاري إمبلسوس توورد سباينال كورد، عرفنا هو إنتر مش ليف مش يغادر، يدخل سباينال كورد
مش عن طريق الفنترال روت، عن طريق البوستيرور روت. عرفنا المادر سيلز متاع اللي خاصة بالإحساس، هي شيني اسمها وين موجودة؟ في الدورسال روت جانجلي، موجودة في الدورسال روت جانجلي. طيب بنجي للموتور. الموتور عندي نوعين، تذكروا فيهم. الموتور شنو عندي؟ نوعين. عندي شنو؟ نوعين. لو تلاحظوا هنا شنو كتبت من بكري؟ لاترال هورن، ولا؟ هذا اسمه لاترال هورن سيلز، وهذا شنو اسمه؟ انتيور هورن سيلز. هذا الزوز، هذه واحد وهذه اثنين. هذا الزوز شنو؟ يطلعوا نبضات حركية، امبلسز. اللاترال هورن سيلز هو اللي بنتكلموا عليه، هذا خاص شنو؟ يطلع نبضات خاصة بالاوتونوميك نيرف سيستم اللي بنتكلم عليه. اما الفنترال هورن هو هذا طالع شنو؟ خاص بالسوماتيك. بهنجول نتكلم عليه. اول حاجة على الموتور. الموتور عندي نوعين. لو قلت لك نبي نتكلم على الموتور متاع الاتونوميك نيرفس سيستم، تقول لي اول حاجة وينه؟ نديرها بلون هوا زي توا. هذا الاتونوميك نيرفس سيستم ماشي من اللاترال هورسلز، طالع نيرف ماشي. وين طالع؟ غادر ولا دخل؟ غادر سباينال كورد با. وغادر هو شنو حامل معاه؟ نبضات عصبية حركية تغادر. وين ماشي؟ طلع عن طريق شنو؟ الفنترال ولا البوستير روت؟ طلع عن طريق الفنترال روت ومشي زي توا وخشني في سبايلر نيرفز. فهذا شنو اسمه؟ اسمه شنو؟ الموتور. لكن شنو نوعه؟ اوتونوميك نيرفس سيستم. معناه الاوتونوميك نيرفس سيستم اول حاجه بتقول لي شنو؟ كاري امبلسز. وين؟ اوي سباينال كورد، بعيد على شنو؟ سباينال كورد. تاني حاجة، هل هو انتر ولا ليف؟ لا، هو يغادر. قلنا احنا ليف شنو؟ سباينال كورد. عن طريق شنو؟ قالك عن طريق الفنترال روت، عن طريق الفنترال روت يغادر، عن طريق الفنترال روت. به المادر سيلز اللي بتطلع الحركة متاعها، المادر سيلز في الحالة هذه بتقول لي اللاترال هورن سيلز. اللاترال هورن سيلز خلايا موجوده وين؟ في اللاترال، وهذه ركزوا عليهم في الام اس كيو. ريتو نيرف رانينج هذه بتاع الافرن والليفرنت، هذه اول ام اس كيو في الاوتونوميك نيرف سيستم. اول ام اس كيو في النيرف الاوتونوميك نيرف سيستم، اول ام اس كيو في الاوتونوميك نيرف سيستم. فهذا من ناحيه شنو؟ الموتور بتاع الاوتونوميك نيرف سيستم. لو قلت لك بتاع الموتور هذا طبعا سميناه فينترال روت بتاع السوماتيك، الموتور بتاع السوماتيك. من وين جاي؟ قال لك جاي من المادر سيلز بتاع وين؟ الانتيرور هورن سيلز. وماشي نيرف ماشي، طالع عن طريق شنو؟ يغادر ولا يدخل؟ يغادر. بقى يغادر سباينال كورد عن طريق شنو؟ البوستير روت ولا الفينترال روت؟ الفينترال روت. معناها الفينترال روت شنو طالع منها؟ زوز الموتور. طالعين منها شنو؟ زوز الموتور بتاع السوماتيك بتاع الاوتونوميك. معناها النبضات شني تطلع لبرا زي تهوى. معناها الموتور او الافرد بتاع سوماتيك شو بتعرف عليه؟ اول حاجه كاري امبلس شني اوي، حتى هي نفسها شني سباينال كورد. ثاني حاجه هو يغادر سباينال كورد عن طريق الفنترال روت. با ثالث شيء هنا بتركز لي عليها مختلفه، المادر سيلز متاع الحركة هذه اسمها anterior horn cells. هذا في المسكيو ركز لي عليه. علاش؟ لأن عندي زوز. هذا وين ماشي السوماتيك؟ ماشي السكيليتال مصل. والأوتونوميك وين ماشي؟ خاش للهارت، ما تقدرش تتحكم فيها. تاني حاجة خاش للجلاند. تالت حاجة خاش لشني؟ للعضلات سموت مصل، خاش لعضلات سموت مصل. تمام. فهيك اول حاجه تمينا التركيبه الاساسيه. تو نبغى نقارنه احنا يا دكتور، نبغى نقارنه الموتور نتاع الاوتونوميك نيرف سيستم
ونبغى نقارنه الموتور متاع السوماتيك سيستم، يعني نبغى نعرف الفانكشن وش الفرق بيناتهم، بين السوماتيك من ناحيه الفانكشن، من ناحيه الاورجن، من ناحيه الايفنت. نبغى نتكلم عليهم حاجات هي ثلاث. تمام، نبدو في حاجه اسمها شنو فانكشن نيرفس سيستم، قسموه ليزوز من ناحيه الفانكشن، قسموه الى اوتونوميك قسموه الى اوتونوميك نيرفس سيستم قسموه الى سوماتيك. بهنب المقارنه بيناتهم من ناحيه شنو، قال لك من ناحيه شنو الفانكشن بتاعها كل واحد شنو خدمته. ثاني حاجه نقارنوه من ناحيه شنو الاوريجين، المنشا او وين طالعين من الكورد. ثالث حاجه نبغى نقارنهم من ناحيه شنو الايفرنت، من ناحيه شنو الايفرنت. تمام، به من ناحيه الفانكشن سهله، من ناحيه الفانكشن سوماتيك شنو الكنترول، شنو فولنتري ولا انفولنتري. فولنتري اكشن معناها الحركات الاراديه ولا اكيده، بتقول لي السوماتيك ما دام عضلات هيكليه بتقول لي شنو كنترول اوف voluntary action، تحكم في الحاجات الفولنتري الاراديه. فهو شنو معناها، هو شنو skeletal muscle have no spontaneous activity، معناها لما تتكلم عليه هو السوماتيك يغذي skeletal muscle، وskeletal muscle ما عندها شنو no spontaneous activity، ما تجيش ايدك تتحرك بروحها تلقائي، لا انت حركتها. معناها السوماتيك شنو يغدي؟ يغدي السكيليتال مصل، والسكيليتال مصل شنو واحده من الخصائص متاعها ما عندهاش شنو سبونتينيوس اكتيفيتي. ما دام هو يحرك السكيليتال مصل وما عندهاش نون سبونتينيوس اكتيفيتي، معناها شنو خاص بالكنترول اوف فولنتري اكشن، تحكم شنو في الفولنتري اكشن. مال الاتونوميك هنايا، الاتونوميك زي الهارت والقلب وسموت مصل، ما تقدرش تتحكم فيه، معناها كنترول في شنو involuntary voluntary activity. لما نقول لك involuntary activity معناها الاتونوميك شنو يغدي، يغدي زي الهارت وقلنا زي الجلاند الاندوكراين جلاند وكذلك السموث مصل. هذا شنو يتميزوا ثلاثه الحاجات عندهم شنو الاكتيفيتي نتاعهم شنو spontaneous تلقائي، spontaneous تلقائي. القلب يتحرك شنو الخلايا هذه نتاع الكارت تلقائيه، فهذا علاش يتحكم فيها الاوتونوميك نيرف سيستم. معناها الاوتونوميك نيرف سيستم كنترولز اوف انفولنتري اكشن. تمام، وقلنا احنا يتحكم في القلب ويتحكم في الجلاند والسموث مصل. نجي شو توا شي نتكلم من ناحيه الاوريجن، المنشا خروجهم، نجي نوقف شويه على المنشا هذه، هذه نمسحها خلها هاي، نرسمو النيرفز زي ما بكر رسمتنا. هذه البرايتال لوبس، يكون هذا شنو اسمه بكري الميد برين، وهذا سميناه شنو البونز. وهذا سميناه شنو ميدالا اوبلانجاتا. بعد هذا سمينا هذا spinal cord. سميناه spinal cord. هنديرو منها نسختين على السريع. هذه نسخة نحركها هنايا، وهذه النسخة الثانية. تمام، جيت لو قلت لك هذا الاوتونوميك نيرفس سيستم هنايا، وهذا اسمه شنو السوماتيك. قال لك من ناحيه المنشأ، من ناحيه شنو الخروج متاعها، يعتبر السوماتيك وايد
حنتكلم عليها وايد origin. أما الأوتونوميك يعتبر محدود limited خروج متاع. شو معنى؟ أريد تذكروا في حاجة اسمها cranial nerves. هما ولا cranial nerves هنا قديش عندي زوج؟ 12 cranial nerves صح؟ 12 cranial nerves. أريد 12 cranial nerves هنا عندي نيوكليوس زي تو عندي 12 الواحد اسمهم شني؟ اسمهم سوماتيك. اسمهم سوماتيك متى يغدوا لي الفيشيال اكسبريشن العضلات متاع الوجه مثلا متاع اللي يرفع في الحواجب متاع الضحك متاع اللبس. فعندي شني؟ 12 تمام. منطقة السيرفايكل قلنا قديش فيها منطقة قديش فيها سيجمنت؟ فيها 8 ولا؟ فعندي شني؟ 8 نيرفات طلعت من المنطقة هذه أكيد طلعت من الانتيرو هورسلس من سبينال كورد. قال لك قديش منطقة الثوراسك؟ 12 سيجمنت ولا؟ 12 سيجمنت هذه طلع منها حتى هي شني؟ 12 النيرف سوماتيك طالع النيرف سوماتيك أكيد طالع من الانتيرو هورن سيل. جيت بعدها قديش قال لك عندي لامبر؟ لامبر عندي 5. قال لك هات شن في 5 شني نيرفات كلهم او كلهم سوماتيك. جيت قديش عندي الساكرا حتى هي 5 ولا حتى ما يطلعوا شني 5 سوماتيك. قديش عندي كوكسجيل واحده يطلع واحد. لو تلاحظوا عندي 12 الاورجن طلعت 12 سوماتيك كرينيال تخيلوا وعندي 8 سوماتيك من سيرفايكل وعندي 12 سوماتيك من وين من الثوراسك وعندي 5 من اللامبر و5 شني من الساكرال الواحد قصد يمين ويسار. لو جت الاتونوميك شوفوا الاتونوميك الكرينيال 12 صح ولا قال لك لا عندي واحد طالع من ميد برين هيك اسمه الثالث اوكلوموتور وزوج جايين من المدلة بلنجاتا واحد اسمه فيشل 7 واحد اسمه جلوسوفرانجير رقم 9 واحد تاني جاي من المدلة بلنجاتا اسمه 10. لو تلاحظوا تشوفوا الكرينيال هنايا قديش واحد في سوماتك في 12 اما هنايا 1 2 3 4 اربعة بس خاصت به الاتونوميك. معناه الاتونوميك مش طالعين من 12 فيهم اتونوميك. لا 12 متاع كريم متاع الاتونوميك مش كلهم اتونوميك. شني عندي الثالث والسابع والتاسع والعاشر فقط تمام. با جول اسمع هذا من ناحية شني الكرينيال معناه الكرينيال حوالي اربعة فقط مش 12. معناه من هو المحدود خروج الاورجن بتاع الاتونوميك مش كلهم. جيت بها منطقة السباينال كورد هذه السباينال كورد هذه منطقة السيرفايكل ولا قالك منطقة السيرفايكل لا يوجد فيها نيرف يطلع اسمه أوتونوميك لا يوجد. جت منطقة الثوراسك منطقة الثوراسك قديش نيرف 12 ولا فه قالك فيه 12 نيرف اسمهم شني اسمهم أوتونوميك معناه 12 أوتونوميك نيرف سيستم. جت لمنطقة اللامبر منطقة اللامبر قديش قطعة 5 قطع 1 2 3 4 5 صح ولا قالك لا ليطلع القطعة الأولى يطلع منها أتونوميك والقطعة الثانية يطلع منها الأتونوميك والقطعة الثالثة يطلع منها أتونوميك. معناها شني يسمون فيهم الأبر 3 لامبر وفي كتابات يكتبوا 1 و 2 معناها 1 و 2 و 3 لامبر بس. جت لمنطقة الساكرال 5 ولا 1 2 3 4 5 هذه منطقة الساكرال. قال لك منطقة الساكرال يطلعوا من الميدل ساكرال. شنو نقصد بها ميدل ساكرال؟ معناها الثانية إلى الرابعة معناها 2 3 و4 محدود. هذا على سموه شني ليميتد. هذا على شني الكوكسيجيال ما فيش. معناها أول سيجمنت السيرفايكال ما فيهاش أوتونوميك وآخر سيجمنت مسمان الكورد ما فيهاش شني أوتونوميك. ما جيش تقول لي الأوتونوميك نيرف سيستم يطلع من السيرفايكال معناها هو شني ثوراسيك يطلع منه كامل. لا اللمبر 3 الاولاد الساكرال شني الميدل ساكرال معناه الواحد والخمسة لا. معناها من هو المحدود؟ المحدود الليميتد الاورجن بتاعه هو الاتونوميك. اما السوماتيك لو تلاحظوا كله طالع منه كله السنترال نيرف سيستم كله طالع منه نيرفات شنو اسمه
سوماتيك. معناه اللي يقول لك وايد اوريجين يقول لي هو السوماتيك. معناه يطلع من كل الكرينا نيرف 12 ويطلع كل سباينال سيجمنت. اما الاوتونوميك نيرف سيستم الكرينيال نيرف هل كلهم؟ قال لك لا، الثالث والسابع والتاسع والعاشر. هل السباينال كورد كلهم؟ قال لك لا، منطقه السيرفايكال ممنوع خروج منها اوتونوميك، منطقه الكوكسجيل ممنوع، بقى منطقه التوركس قال لك كلهم 12، منطقه اللامبر 5 فيها سيجمنت قال لك لا الابر لامبر، منطقه الساكرال فيها 5 قال لك لا الميدل ساكرال، معناها 2 و3 و4. معناها من هو الليميتد؟ هو الاوتونوميك نيرف سيستم. فهذا تحفظوه بتاع الاوتونوميك نيرف سيستم تحفظوه من تو. به من ناحيه الايفرنت، من ناحيه شنو الايفرنت؟ الايفرنت هنا اللي بيطلع النيرف هذه ممكن عشان نباها الرسمه مش عارف خلاها مرات نلقى. من ناحيه الايفرنت، من ناحيه الايفرنت هنايا بكري تكلمت على النيرف زي توا طالع هيك. وعرفنا هذه اسمهم lateral horn وهذه شنو anterior horn زي تاو. هذه anterior horn وهذه lateral horn، هذا posterior horn صح زي تاو. طيب من ناحية الإيفرنت، من ناحية الإيفرنت قال لك أول حاجة حنتكلم على شنو هذا السوماتيك، هذا شنو أوتونوميك نيرفس سيستم. السوماتيك طالع من وين؟ من الأنتيرو نورسل صح؟ وين طالع؟ عن طريق الفنترال، عن طريق الفنترال روت طالع زي تو. وين ماشي يغدي؟ قال لك ماشي راه بيغدي لك سكليت المصل. وين ماشي بيغدي؟ بغديك سكيتا مص. معناها الايفرنت هو ماشي نيرونز طالع ماشي زي توا طالع من الانتيرو هورن سيلز 1 نيرونز وماشي السكيليتال مصر. هذا من ناحيه شنو الايفرنت نتاع السوماتيك. معناها عندي 1 نيرونز. لو جات الايفرنت نتاع الاوتونوميك وين طالع الايفرنت؟ المادر سيلز من اللاترال هورسلز وماشي طالع عشان يغادر السباينال كورد عن طريق شنو حتى هو الفنترال روت. ولما هو ماشي قال لك لا الجيشني اوتونوميك جانجليا يضرب له مخالف الجيشني حاجه اسمها شنو اوتونوميك جانجليا. هذا شنو اسمه اوتونوميك جانجليا. ركزوا هذه اوتونوميك جانجليا شنو نتاع مني تاع الموتور، ما تلخبطوش بين شني الجانجليا الموجودة هنا نتاع الدورسال روت جانجليا هذيك سنسوري، هذه شنو تكون موتور اوتونوم جانجليا موتور جانجليا معناها خارج السنتر نيرف سيستم، وهذه دورسال حتى جانجليا خارج نيرف سيستم لكن هذه شنو خاصة بالسنسوري وهذه خاصة بالموتور. ما تجيش تقول لي دورسال روت جانجليا هذه تبع الموتور تبع الاوتونوميك نيرف سيستم، حتى هو شنو عنده حتى هنايا شني دورسال روت جانجليا. لو انت عندك الم في العضلات هنا ينضربه واحد ضربك على ايدك شنو العضلات صار لها دامج فبدت تبعت فيه الم، شنو تبعت الم عن طريق شنو الريسبتور الموجوده مشت تبعتته هنا. معناها هنا شنو فيه في دورسال روت جانجلي نفس هالعمليه. ما تجيش تقول لكن الاوتونوميك جانجليا بروح هذه خاصه بالاوتونوميك موتور تكون. توا الايفرنت بتاع الاوتونوميك نيرف سيستم قال لك لما هو طالع من الفنترال فنترال روت وماشي قالك خش في اتونوميك جانجليا وقال من الجانجليا تجمع من السوما. فالجانجليا هذه قسمت الايفرنت نتاع الاتونوميك لتو نيرونز قسموه لبري جانجلينيك نيرونز معناها قبل الجانجليا والنيرونز الثاني شنو اسمه بوست جانجلينيك مثلا ماشي للهارت سوا. ماشي شنو للهارتس
اللي تاوه ماشي. فهذا اسمه شني؟ بوست جانجليونيك. ما أنا عندي بري جانجليونيك وبوست جانجليونيك، بري جانجليونيك وبوست جانجليونيك. فمن القسمة البري جانجليونيك وبوست جانجليونيك هي الأوتونوميك جانجليا، هي الأوتونوميك جانجليا. معناها الإيفرنت متاع الأوتونوميك بتقولي شني؟ تو نيرونز، مش one neurons، two neurons، pre-ganglionic and post-ganglionic. في المسكيو يقولك pre-ganglionic من يبدأ؟ طبعا موتور، فانت الموتور تعرف شني؟ carry impulse شني؟ away spinal cord في الاتجاه هوا ولا؟ زي تو في الاتجاه هوا ماشي هيك النبضات صح؟ ففي المسكيو تقولي pre-ganglionic يبدأ من lateral horn cell to autonomic ganglia. ركزوا عليها في المسكيو لان هي ماشي شني الدايركشن في الاتجاه هو صح ولا؟ فتقول البريجانجليك يقول لك البريجانجليك يبدا من الاوتونوميك جانجليا الى اللاترال هورسيلس، معناها هيك النبضات تمشي وهذا غلط صح. هذا غلط، معناها البريجانجليك يبدا من اللاترال هورسيلس الى الاوتونوميك جانجليا. اما البوست جانجليك يبدا من الاوتونوميك جانجليا تو افكتور اورجن. أورجن اللي فيكتور أورجن معناه العضو المراد لي، يا اما قلب، طب في الحاله هذه قلب اللي فيكتور أورجن، يا اما سموث ماسل، يا اما شني، يا اما إجلاند. معناه حتى البوست جانجلينج بتقول يبدا من وين؟ من الاوتونوميك الى الافكتور أورجن، من الاوتونوميك الى الافكتور أورجن. تمام، فهذو مهمات في المسكيو، هذو شني يعتبروا حاجات مهمه في المسكيو.